البركة. الشوط الأول هناك ينطلق للجعدان محليات الأصايل هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الصدارة والمقدمة والمركز الأول هناك أيضا بهذه الشعارات المنطلقة بهذه الأسماء الجميلة هنا أيضا أعزائي المشاهدين في هذه الفترة الصباحية. الصدارة والمقدمة أرى هناك زعفران على مقدمة هذا الشوط من يتسلل من مركز تلو المركز إلى صدارة هذا الشوط فرج بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي بينما المركز الثاني التابع هناك أيضا وداع سيف بن محمد بن هزيم المنصوري هناك أيضا يتابع وداع على ثاني المراكز بينما المركز الثالث التابع من الجانب الأيمن هناك الوصول من شاهين مانع بن محمد بالسويدي من يتواجد على ثالث المراكز والمركز الرابع حشيم عبيد بن سلطان بن علي الاكتبي والمركز الخامس من المكان الصعب ومن المكان الأيمن هناك على خامس المراكز يتقدم شاهين ويتقدم السيد سعيد بن عبد الرحمن القحطاني هناك أيضا يتواجد بهذا التواجد والمركز السادس. أشوف الشعارات القادمة هنا والمنطلقة في هذه اللحظات وموفق هناك دواس بن حسين بن مانع العجمي أيضا على سادس المراكز والمركز السابع. أشوف هناك أيضا التقدم في هذه اللحظات من هملول سلطان بن علي اليابوني الظاهري والمركز الثامن. بينما هناك ايضا التحدي اعزائي المشاهدين هنا ايضا من الذيب رامس بن عامر العامري ايضا يتواجد في هذا التواجد الجميل والمميز هنا ايضا في هذه اللحظات. بينما هنا اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام يتقدم نهاب في هذه اللحظات راشد بن سيف بن سالم المزروعي وهناك ايضا من الجانب الايمن اخذ شعار سالم بن مبارك بن سالم الشامسي في هذه اللحظات. هكذا النداء للمراكز العشر الاوائل المتقدمه هنا والباحثه عن الناموس هو عوده الى الصداره هنا عوده الى المقدمه والمركز الاول في هذه اللحظات. الذيب هناك على الصداره رامس بن عامر بن قنوش العامري هناك ايضا او قانوش العامري هنا ايضا يتواجد في هذا التواجد ويتواجد بهذا الاداء وبهذا العرض الجميل. الذيب هناك على الصداره الذيب مع المقدمه والمركز الاول اتابع المركز الثاني وداع هناك ايضا من يتواجد مع السيد سيف بن محمد بن هزيم المنصوري والمركز الثالث من الجانب الايمن هناك اخذ هذه الشعارات القادمه سعيد بن عبد الرحمن ايضا القحطاني ايضا يتواجد بهذا التواجد الجميل. ولكن هنا شوفوا من القادم والمنطلق في هذه اللحظات موفق 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 وصل موفق وهنا وصل العجمي دواس بن حسين بن مانع العجمي. يا سلام الله 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 على هذه الشعارات الله على هذا العرض الجميل والمميز دائما من هذه الشعارات. حشيم هناك ايضا من يراقب على المركز السادس في هذه اللحظات ويعود ملكية حشيم. هناك ايضا الشعارات القادمه والمنطلقه من المراكز الخلفيه عبيد بن سلطان بن علي الاكتبي ولا هناك هناك راقب اعزائي المشاهدين الشعارات القادمه من المراكز الخلفيه في هذه اللحظات. هملول سلطان بن علي اليابوني الظاهري هنا قادم مع هذا الاداء ومع هذا الشعار الجميل. وشوف سراب يتسرب من مركز انتل ومركز خميس بن عبد الله بن خميس بن مراشد المرن هناك ايضا يتواجد في هذا التواجد. ولكن اتابع هناك ايضا اتابع شعار الشامسي الذي تدخل في هذه اللحظات وهناك ايضا زعفران ايضا بهذا الشعار الجميل. فرج بن سالم بن يحيى المحرمي عوده الى الصداره عوده الى المقدمه عوده مع التحديات والاثاره عوده مع الصراع والنزاع هنا من عاصمه الميادين من ميدان الوثبه لسباقات الهجن العربيه الاصيله. صداره هذا الشوط شاهين مع المقدمه شاهين مع الصداره هنا سعيد بن عبد الرحمن ايضا القحطاني يتواجد بهذا التواجد المركز الثاني. اتابع موفق هناك ايضا من ياتي على ثاني المراكز دواس بن حسين بن مانع العجمي والمركز الثالث. اشوف الذيب هناك ايضا الذيب رامس بن عامر
بن قانوش العامري هناك أيضا يتواجد على ثالث المراكز. المركز الرابع شوفوا من القادم هنا، وصل اليبهوني، وصل اليبهوني قادم من ميدان التراث لكي ينطلق مع انطلاقة هملول. سلطان بن علي اليبهوني الظاهر، يا سلام، اختلط الحابل بالنابل في هذا الشوط، الشوط الأول الجعدان محليات الأسايل هنا، ويعتبر الشوط الثالث الصدارة هناك والمقدمة. الله الله الله، سراب 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 قادم هنا وتحرك، تحرك أيضا خميس بن عبد الله بن خميس المرر، ولكن هناك تابع أتابع شعار بن هزيم في هذه اللحظات، وهناك الشعارات القادمة المنطلقة في هذا الشوط. يا سلام، ولد شاهين ما يبنى له طاري، مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين ايضا من يتواجد في هذا التواجد الجميل. وهناك ايضا الشعار القادم حشيم ايضا رسمي بن مذكر بن فرحان الرشيدي هناك ايضا يتواجد على هذه اللحظات. عوده الى الصداره، عوده الى المقدمه مع المركز الاول هنا، التحدي والاثاره، الذيب ووداع وحشيم وسراب في موقع واحد في مسار واحد، الامور في خطر. التحدي هنا، الشوط بدأ يشتعل هنا على صدارة هذا الشوط مع المقدمة والصدارة والمركز الأول، الذيب مع الصدارة، الكيل الأخير من لديه زود فليتقدم، الكيل الأخير. بدأنا في الغلاف الجوي، بدأنا في الأمتار الأخيرة، ولكن الزعيم هنا قادم، وصل بن زاهرة، وصل بن زاهرة مقدم لنا الزعيم في هذا الانطلاق. سعيد بن خليفة بن زاهرة آل خيلي هناك أيضا وصل في هذا التواصل الجميل هنا مع صدارة هذا الشوط، ولكن حشيم وهناك الذيب صامت، الذيب صامت هنا صمود الجبال على صدارة هذا الشوط. الناموس لمن هنا على الصدارة والمقدمة هنا والمركز الأول، الذيب الذيب الذيب، ولكن الزعيم هناك أيضا يتحرك في هذه اللحظات. شاهين يتحرك، شاهين في هذه اللحظات، سعيد بن عبد الرحمن أيضا القحطاني على الصدارة، الخمسمية متر الأخيرة جولة الأوامر هنا، ولكن الزعيم 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 هناك أيضا يتواصل، وهناك مياس سلطان بن جمعة بن نافع بن شد المنصوري هنا يتواصل مع أيضا مياس في هذا الشوط. يا سلام، تحرك مياس، تحرك بالشدي هنا على صدارة هذا الشوط مع المقدمة، مع الأمتار المجنونة هنا بهذا الاندفاع، بهذا الاندفاع، بهذا العرض الجميل. سلام يا المنصوري، سلام سلام بالشدي، سلام سلام هنا وثباوي، سلام إلى عاصمة الميادين، سيبقى الوثبة هنا في عاصمة الميادين مع هذا الشعار ومع هذا العرض الجميل. مياس مياس مياس، سلطان بن جمعة بن نافع بن شدي المنصوري المركز الثاني. أتابع هناك شاهين سعيد بن عبد الرحمن القحطاني والمركز الثالث. كان من نصيب هناك الوصول من الزعيم سعيد بن خليفة بن زاهر الخيلي والمركز الرابع، أيضا الوصول من هملول سلطان بن علي يبهوني الظاهري والمركز الخامس، التواصل من حشيب أيضا رسمي بن فرحان الرشيدي أيضا يتواجد على المركز الخامس. عودة إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهائي من مياس سلطان بن جمعة بن نافع بن شدي المنصوري الذي يتواجد هناك دائما مع هذا العرض الجميل والعروضات المميزة والتوقيت الزمني. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهائي، تهانينا والناموس هناك أيضا على هذا الفوز للسيد سلطان بن جمعة بن نافع بن شدي المنصوري. والتوقيت أيضا 9:32 من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني. يتواصل شاهين سعيد بن عبد الرحمن القحطاني على المركز الثاني، قدم العرض الجميل والعرض المميز يشكر عليه، و 9:33 من الثانية. بينما المركز الثالث أيضا الزعيم هناك سعيد بن خليفة بن زاهر آل خيلي، وأيضا أعزائي المشاهدين المركز الثالث 9:34 من الثانية، تهانينا والناموس الجميل.